اجتمعت مع زملاء يعني مسؤولين عن الاقتصاد، قالوا لي اليوم الاقتصاد أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في 2011. طيب دكتورة، تعرفون من هو القيصر؟ يعني لا يمكن، يعني هو شخصية لا. حقيقية؟ لا نحن لا نعرف من هو القيصر، ولكن الشعب السوري الذي تمرس خلال هذه السنوات يعرف كيف يواجه كل هذه التحديات، فلا شك. في الوقت الذي يعيش فيه حاشية النظام في عالم منفصل عن الواقع لا يسمع فيه إلا زقزقة العصافير ولا تفوح منه إلا رائحة الورود، وفي استفزاز للسوريين واستخفاف لمعاناتهم التي سببتها آلة القمع الأسدية الروسية طوال سنوات الحرب، أطلت مستشارة الأسد تطلب من سلخ النظام جلودهم ومص دماءهم وسلب منهم أبسط حقوقهم التصدي والصمود في مواجهة تداعيات قانون قيصر، بعد أن كانت سابقا قد صرحت أن الاقتصاد السوري أفضل بخمسين مرة عما كانت عليه سوريا في عام 2011. لم تحدد شعبان آلية الصمود المطلوبة من الشعب، وهل عملية التصدي تنطبق أيضا على أبنائها وأبناء آل الأسد ومخلوف الذين يعيشون حياة البذخ في الخارج؟ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسم للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجهة ضد الحكومة السورية، حيث أقر مشروع القانون في 15 من تشرين الثاني لعام 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من شهر كانون الأول لعام 2019. سمي مشروع القانون باسم قيصر نسبة لشخص مجهول قيل أنه ضابط منشق سرب 55 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل وضحايا تعذيب في سوريا بين عامي 2011 و2014، وأثارت صور قيصر حينها ضجة وجدلا كبيرين، بل طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر، ثم أصدرت تقريرا إضافيا بعنوان إذا كان الموتى يستطيعون الكلام، وفيه عرضت أدلة فوتوغرافية عن تقرير قيصر، كما عرضت تلك الأدلة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة. من يطال القانون وما هي أبرز بنوده؟ يستهدف القانون الأفراد والشركات بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية أو المصرف المركزي السوري الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري، كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة والهندسة ونقل الجوية، عدا عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب في سوريا. كما ينص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. وفي مسألة إعادة الإعمار ينص القانون أيضا على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار. وبموجب القانون يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدة، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين. بالنسبة لشروط رفع العقوبات، يحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: أولاً، وقف عمليات قصف الطيران الأسدي الروسي على المدنيين، التزام القوات السورية والروسية والإيرانية بالتوقف عن قصفها للمنشآت الطبية والمشافي والمدارس والأبنية السكنية والمحال التجارية، وقف القيود التي تضعها القوات السورية والروسية والإيرانية والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والسماح للمدنيين بحرية الانتقال، إطلاق سراح المعتقلين والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى السجون ومراكز الاعتقال في سوريا، تأمين العودة الآمنة والطوعية الكريمة للسوريين اللاجئين بسبب الحرب في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة
والحوار. ومع اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي سيدخل حيز التنفيذ في 17 من هذا الشهر، يعيش السوريون أسوأ مستوى معيشي، وخاصة مع انهيار الليرة التي تخطت حاجز 3000 أمام الدولار، والارتفاع الجنوني في الأسعار وسط فقدان الأجور والرواتب والمدخرات لأكثر من ثلث قيمتها الشرائية خلال أيام بالنسبة للسلع التي لا تدعمها الحكومة كالسكر والأرز والخبز. وحيث يرى الكونغرس أن جرائم الأسد ضد الشعب السوري أودت بحياة مئات الآلاف ودمرت أكثر من 50% من البنية التحتية في سوريا، وشردت أكثر من 14 مليون شخص، وتسببت بأكبر أزمة إنسانية منذ أكثر من 60 عاما. يبدو أن عقوبات قيصر لا تعاقب الحكومة بقدر ما تعاقب السوريين المقيمين في وطنهم، لأنها تدفع بحياتهم إلى المزيد من الفقر والمعاناة بغض النظر عن الجهة المسيطرة على المناطق التي يعيشون فيها، لتصبح حياتهم تحت عنوان شبح الجوع يلاحق سوريون أضناهم انهيار الليرة. شكرا لمتابعتكم، ألتقيكم بالمختصر المفيد القادم.